يعني ما في قرار سقطت الورقة في مجلس الوزراء يعني. جميع لهذا القرار قرار الضريبة، وهم مقتنعين جميعا أنه هذه الزراعة لا يجب أن يكون عليها ضريبة، لكن في أشياء داخلية يعني لما لما تكون أشياء خارجة عن إرادتهم بالضبط. لما يطلب أنه أنا بدي أسأل صندوق النقد الدولي وأرد لكم جواب، مين اللي حكى هيك؟ اللي حكى في مجلس في احد الاجتماعات الرسميه، في احد الاجتماعات الرسميه نعم، مؤخرا يعني مؤخرا اللي حكى معالي وزير الزراعه في الاجتماع اللي كان يحضره نائب الرئيس. احكي لنا القصه يعني بالتفصيل الممل. احنا اولا في اجتماعنا مع دوله الرئيس قال انه يا اخوان انا راح اشاور صندوق النقد الدولي، أشوف صندوق دولة الرئيس نفسه شخصيا، دولة الرئيس نعم في اجتماع معه أنه راح أشوف وأرد لكم جواب. يعني مثلا بلكي قصده يعني إحنا راح نتشاور مع صندوق النقد الدولي، بلكي قصده هيك تشاور مثلا. إحنا هذا اللي سمعناه، شو قال؟ هو تشاور أنه تشاور مع صندوق النقد الدولي، راح يتشاور ولا راح يأخذ إذن. يعني فهمنا احنا انه لازم صندوق النقد الدولي يوافق على هذه الضريبه، بس هون في مداخله بس عفوا برضه في مجلس لما اجتمعنا مع نائب الرئيس وتقريبا 6 من معالي الوزراء، برضه ذكر وزير الزراعه انه صندوق النقد الدولي ممكن نجمعكم معه وتسمعوا. يعني هم ليسوا اصحاب قرار، فوجدنا انه ما فيش قرار، وبالتالي احنا انسحبنا. والله انا يومها اني اعصابي يعني تعبت في الاجتماع جدا، لانه احنا ان حكومتنا وان سيادتنا وجايين نشكي امرنا لكم، واحنا ما بنحكي والله في الاعتصام لا يوجد عندنا لا عندنا شيء حزبي لا ولا عندنا اي اجندات في الاعتصام. احنا عباره عن نطلب مطلب لصالح المزارع والمواطن. طب ماذا عن بقيه الوزراء؟ يعني هل كان هناك بقيه يعني عدد ما في تعليق؟ ما في اي تعليق، التزموا الصمت ابدا، كانه في شيء بدكم تقبلوه يا مزارعين غصبا عنكم، ما في تعليق ما في. يعني انا استغرب من هذا الموقف، هذا موقف غريب يعني. موقف غريب يعني انت عم تتحدث عن امن وطني، الامن الغذائي، امن يعني وطني. ممكن هذا الموقف يكون بالسينما بالمشهد السينما يعني احنا هل تعتقد انه القطاع الزراعي زي قطاع السيارات ولا قطاع الألبسة ولا قطاع يعني ما هي ردة فعلكم يعني بهذيك اللحظة المواطن. يعني احنا ردة فعلنا اللقاء هذا اللقاء ما كنت معهم، احنا ردة فعلنا كانت يعني بصراحة ان احبطنا، وانه يا اخوان احنا مرميين على الشارع ان 25 يوم، يومها كاننا 20 يوم، وانتوا بتمروا بتشوفونا، وهذا يعني الانسان لازم يشعر مع الناس هذه اللي بتنام على رصيف، هذه الناس تنتج اكل البلد. طيب هلا فما في شعور يعني كان معنا نهائي. يعني الجندي يقاتل ويحارب ببندقيته، المزارع يحارب ويقاتل بلقمة العيش بالغذاء، فكيف يمكن لجندي أن يحارب ويقاتل؟